ازيكم يا جماعه، معاكم احمد عمار. درس النهارده عن تظهير الوجه وازاي نخلي الملامح تظهر بسرعه واقعيه. قبل ما نشوف الفيديو اشترك في القناه واضغط لايك، عايزين نوصل القناه 1000 مشترك في اقرب وقت، فشيروا الفيديو ده في اي مكان وخلونا نشوف الشرح. في البدايه ده الاوت لاين، فلو انت ما شفتش الدرس ده هتلاقي الرابط بتاعه موجود في الوصف تحت الفيديو. بعد ما رسمنا الاوت لاين هنبدا في تظليل خفيف او اظهار للملامح. لو كان في تجاعيد في الوجه او المناطق الغامقه هنبدا نظللها تظليل خفيف او اظهار شكل الرموش او الحواجب، وده هيساعدنا اكتر في عمليه التظليل بعد كده. الملامح هتكون واضحه بالنسبه لنا، فهنعرف من البدايه لو كان في اخطاء نعدلها، وهي هتسهل علينا عمليه التظليل. احنا بندي درجات لون خفيفة كده لبعض المناطق في الوجه زي العين والجفن ومناطق الظل. طريقة التظليل بتعتمد على حركة ومسكة القلم، فوانت بتظلل حاول تمسك القلم من نهايته وتخليه يكون مايل بزاوية على الورق، وتحركه حركة سريعة بحيث ان الرصاص بيمسح على الورقة مش بيعمل خطوط واضحة. مهم جدا انك تشوف الفيديو ده لاخر، لان وانا برسم كل جزء بقول معلومات قيمة جدا هتفيدك في التظليل. هنا بالنسبة للفم، احنا هنا هنديله درجة لون خفيفة في الاول، ونحدد الحدود ما بين الشفتين بقلم تكون درجته اغمق. هنيجي في الخطوة دي هنحاول نظهر الخصل بتاعت الشعر، مش هنرسم الشعر لكن هنظهر بس الخصل الكبيرة بحيث انها تقسم لنا الشعر ويكون سهل علينا في رسمه بعد كده. وهنا هنبدأ في تظليل العين، لكن انا شرحتها في درس كامل لوحدها فمش هشرحها هنا. رابط الفيديو هتلاقوه موجود في الوصف او في الاي اللي هتطلع لكم فوق على الشمال. فخلصوا الدرس ده ويرجعوا شوفوه. واحنا هنا هنبدأ في تظليل الانف، فهنبدأ في تظليل المناطق الغامقة الاول، وهنخف الضغط على القلم فهتكون درجة الرصاص خفيفة، ونبدأ في التدرج في التظليل لحد المنطقة اللي بيكون الضوء ساقط عليها او المنطقة اللي بتكون فاتحة، هنلاقيها بتبدأ تظهر معانا وبتظهر بشكل مجسم. المناطق الغامقة اللي بتكون جوانب الانف او الانف من اسفل او حتى فتحات الانف لو ظهر، مع الحفاظ على المناطق المضيئة دايما خليها بدون تظليل او دايما اظهرها بالممحاة والاستيكة. هنا هنبدأ بدمج التظليل ده بالفرشة، هنضغط على المنطقة الغامقة ونخفف الضغط على المنطقة الأفتح. ممكن تستخدم أدوات تانية زي القطن ومنديل، لكن أنا بفضل الفرشة. وبعدين باستخدام الأستيكة بنظهر المناطق المضيئة وبنحافظ عليها طول ما احنا بنرسم. وبنرجع نغمق التظليل ده تاني بدرجة رصاص أغمق، بنغمق المناطق الغامقة وبنعيد على التظليل ككل، لأن احنا هنا مش بنظلل مرة واحدة، احنا بنظلل بطبقة خفيفة وبنبدأ نغمق لحد ما نحصل على درجة اللون اللي احنا عايزينها، وبنحافظ على المناطق المضيئة في الرسمة. طبعا جميع الأدوات اللي هتستخدموها في الفيديو ده هتلاقوها موجودة في الوصف تحت الفيديو، الروابط بتاعتها على سوق وأمازون موجودة في الوصف.
تظهير المنطقة العلوية من الأنف إننا بنغمق من الجنبين والمنطقة العلوية بتكون فاتحة لأن الضوء بيكون ساقط عليها. علشان تجيد الطريقة دي حاول ترسم أشكال اسطوانية، هتلاقيك بتغمق من الجنبين وكل ما بتطلع لفوق كل ما بتفتح فبيظهر معاك شكل اسطوان. لكن في ناس في البداية وهم مبتدئين لسه بيعملوا الأنف عبارة عن خطين، وده غلط جدا. مفيش في الواقع خطين، هو كله عبارة عن تظليل، مفيش خطوط في الوجه. وحاول دايما إن يكون رسمك مفيهوش أي خطوط لأن في الواقع مفيش خطوط في الوجه. هنا في المنطقة دي اللي بتكون تحت الأنف أو فوق الفم علشان تطلعها بشكل كويس هي بتكون عبارة عن منحنيات، فحاول إنك تظلل المناطق الغامقة الأول هتبدأ تظهر معاه، وبعدين تدرك بالتظليل وبالأستيكة دايما تحافظ على المناطق الفاتحة. وهنا باستخدام قلم 8B أو 9B بتكون درجة غامقة بنأكد على المناطق الغامقة في الوجه. حاول تكون المناطق الغامقة ظاهرة جدا والمناطق اللي الضوء ظاهر عليها تكون مفيهاش تظليل أو واضحة جدا، ما تخلوش الرسمة تكون باهتة. لما يكون في تدرج في الألوان أو في التظليل ده بيدي للرسمة واقعية وبيديها إحساس. الرموش وشعر الحاجب ونين العين دول حاول تستخدم فيهم اغمق درجة موجودة عندك. ممكن تستخدم قلم سنون او قلم 9B او 8B او ممكن قلم الوان اسود. الادوات دي كلها هتلاقوها موجودة في الوصف، لو ما عندكش الادوات دي ممكن تطلبها من على سوق، هتلاقي الروابط بتاعتها في الوصف. اي منحنيات في الوجه حاولوا تظهروها بالتظليل زي جفن العين او الانحناءات اللي بتكون موجودة في الوجه او التجاعيد دي بتكون بالتظليل، بتظهر بالظل والنور اللي هو بنغمق، بتكون في منطقة غامقة ومنطقة فاتحة، الضوء بيكون ساقط على حاجة فبيخليها مجسمة، بالتدرج بتاع الضوء بيكون فاتح في منطقة قوي ويبدأ يقل لحد ما يوصل لمنطقة غامقة فبنحصل على شكل مجسم. فاحنا بنعمل ده بنطبق ده بالتظليل.
وهنا هنبدأ في تظليل الفم. هنرسم الخط الفاصل ما بين الشفتين بدرجة رصاصة غامقة، وبعدين هنبدأ في تظليل الشفة السفلية. دايما الجزء العلوي منها بيكون غامق شوية بسبب الظل بتاع الشفة العلوية، بيكون الضوء ساقط عليها وبيكون عاملة ظل على الشفة السفلية، فهنغمق الجزء العلوي الأول. بنفضل نشوف الصورة اللي بنرسم منها وبندي للرسمة درجات لون زيها بالظبط، بندقق في كل تفصيلة صغيرة ونعملها. لو لاحظت في الصورة هتلاقي ان الشفة فيها تدرجات كده، التدرجات دي عشان نظهرها بتكون غامقة من مناطق وفاتحة من مناطق تانية، فهي دي التفاصيل بتاع الشفة اللي بتخليها واقعية. وفي الخطوط الفاصلة ما بينهم دي بيكون الضوء ساقط عليها او تحس انها بتلمع، فدايما بنحاول نظهرها بالاستيك، وطول ما احنا بنظلل وبندمج بالفرشة بنرجع تاني نظهر المناطق دي. طيب زي ما انتوا لاحظتوا هتلاقوا ان انا بظلل الطبقات فوق بعض، بغمق بتظليل وبرجع بدمجه وبظهر بالاستيكة المناطق المضيئة في الشفة، فبتبدأ الشفة تظهر معانا وبتبدأ تكون بشكل مجسم، وهكذا لحد اما نصل لدرجة تكون واقعية او درجة تكون مرضية بالنسبة لك. الشفة العلوية مش بتكون فيها تفاصيل كتير زي الشفة السفلية، بيبقى فيها انحناءات بسيطة وتكون درجة اللون بتاعتها خفيفة شوية عن اللي تحت. ومعلومة مهمة، احنا مش بنعمل فاصل ما بينها وما بين الوجه، او مش بنعمل لها حدود، احنا بنظللها لحد ما نصل لدرجة اللون اللي عايزينها، وبيكون الفاصل ما بينها وما بين البشرة بتاعت الوجه منحنى كده. المنحنى ده دايما بيكون ساقط عليه الضوء، فاحنا باستخدام الاستيكة بنبدأ نحدده. الناس وهي بترسم الفم بترسم الحدود بتاعه بتكون خطوط قوية، وده غلط. احنا هنا بنظلل الفم لحد ما نوصله لدرجة اللون اللي احنا عايزينها، وبعدين بنظلل البشرة، فبيظهر الفرق لوحده او بيكون فيه انحناءات بسيطة حوالين الفم، فدي بنظهرها مع التظليل، والمناطق البارزة جدا الضوء بيكون ساقط عليها قوي، فباستخدام الاستيكة بنظهر المناطق المضيئة دي، فبيظهر الفم اكنه مجسم، وده بيخليه بشكل واقعي احسن او افضل.
بعد ما نخلص تظليل الأنف والفم بنبدأ في تظليل البشرة. بنبدأ في المناطق الغامقة الأول، نتدرج في التظليل لحد المناطق الأفتح في اللون، وده اللي بيخليها بشكل كروي شوية، مش بتكون مسطحة. فنخلي بالنا جدا، لأن في ناس بتظلل البشرة كلها درجة واحدة، وده بيخلي البشرة مسطحة، فبيدي منظر للوجه مش كويس وما بتكونش واقعية. بنيجي مثلا على منطقة الخدود، فهي بتكون شكل كروي شوية. بنيجي على الحدود اللي بتخليها كروي، زي من أسفل الجفن وحدود الوجه وعند منطقة الشفاه كده، بتبدأ تكور الخدود. فبنظلل الأماكن دي الأول ونتدرج في التظليل لحد ما نعملها كاملة. دايما تبص للورقة البيضة ان هي فعلا مرسومة، تخيل الرسمة عليها، هتحس انك ماسك القلم وبتعيد على حاجة بس، فتبدأ تظهر معاك بواقعية. تخيل الشكل اللي انت هترسمه قبل ما تحط القلم على الورقة. التظليل دايما بيكون بشكل خفيف في الاول، بنستخدم درجة رصاص خفيفة ونبدأ في التظليل. الشكل بيكمل معانا لكن ما بيوصلش لدرجة اللون اللي احنا عايزينها، فبنبدأ ناخد درجات اغمق ونغمق في المناطق الغامقة لحد ما نحصل على درجة اللون اللي احنا عايزينها او الشكل اللي احنا عايزينه. Thank you.
التظليل بيكون زي ما انا قلت في الاول، بنظلل بالقلم الرصاص وبعدين ندمج بالفرش. ممكن تستخدم منديل او اي حاجة تانية، لكن انا بفضل الفرش لانها بتموت الخطوط وبتدي شكل كويس للمسام، بعكس اي حاجة تانية انها ممكن تلحوس الورق. الفرشة اللي انا بستخدمها حاطط لكم الرابط بتاعها على موقع سوق في الوصف، ممكن تشتروها منه. طبعا خلي ايدك دايما تمشي على الوجه كامل، ما تمسكش حتة معينة لحد ما تخلصها، لانك ممكن تعملها بشكل معين وتروح للجزء التاني تعمله بشكل مختلف فيظهر فيه تشوه في الوجه. خلي ايدك تمشي على الوجه كامل، تشوف المناطق الغامقة تقلها كاملة، والمناطق الفاتحة ممكن او المضيئة ممكن تستخدم الاستيكة وتظهرها وهكذا. نظلل الأورة أو الجبهة بتاعت الوجه، فخلي بالكم يا جماعة لأن في ناس بتظلل بتخليها بشكل مسطح وهي مش كده. تخيلها في الحقيقة عاملة ازاي وحاول ترسمها تخليها تظهر في الورقة بالشكل ده. فعلشان تظهر بالشكل ده بنخليها بتتظلل بشكل تدريجي، من الجوانب غامق شوية ومن المنتصف أفتح، أو حسب الصورة اللي معاك. طبعا الصورة اللي انا برسمها هتلاقوها موجودة على انستجرام، هحط لكم اللينك تحت الفيديو، تقدروا تتابعوني هناك تشوفوا الصورة وتشوفوا الخطوات وتعرفوا مواعيد الفيديوهات بتنزل امتى. انا هنا ببدأ اظهر حدود الوجه بدرجة رصاص اغمق، وعامل حسابي على الحدود دي ان الدرجة الغامقة دي هتروح بعد كده في الشعر، لكن لو في منطقة فاتحة وظهرة في الخلفية او مضيئة فبسيبها، مش بعمل الحدود للوجه كامل علشان ما يبقاش فيه اي خطوط. وبرضو بخلي القلم يمشي على الرسمة كاملة، لو في مناطق غامقة محتاج ان انا اظهرها اكتر بظهرها، وبضيف شوية تفاصيل بتبقى عن نقط وخطوط رفيعة جدا، وباستخدام الاستيكة برضو بظهر بعض المناطق المضيئة حتى لو نقط.
نرسم خصلات الشعر. هنظهر الخصلات بشكل اكبر، احنا مش هنرسم الشعر لكن هنظهر الخصلات فقط، بحيث ان الرسمه تبدا تظهر معانا اكتر. لكن رسم الشعر انا هعمله في الفيديو اللي جاي، هيكون فيديو منفصل وهرسم فيه الشعر خطوه خطوه علشان وقت الفيديو ده ما يكونش طويل. برضو قولوا لي اي حاجه عايزينها في التعليقات او ممكن تبعتوها لي على انستغرام. هنبدأ نرسم الملابس، وبأنها سودة جدا فأنا هستخدم قلم الفحم. أنت ممكن تستخدم درجة رصاص غامقة، ولو حابب تستخدم الفحم فأنا حطيت اللينكات بتاعتها على موقع أمازون في الوصف. أدوات الفحم اللي هستخدمها هتلاقيها كلها في الوصف، ممكن تشتروها من هناك فأنا جبت لكم أرخص سعر. طبعا انا ببدا اسلل بقلم الفحم او بستخدم بودره الفحم وادمج بالفرشه. هنا بستخدم بودرة الفحم، باخدها بالفرشة وبحطها على الورقة وببدأ أفرشها على الورقة كاملة لحد ما أحصل على درجة اللون اللي أنا عايزها. طبعا البودرة دي أنا اللي عاملها، فلو عايزين الطريقة ممكن تقولولي في التعليقات وأنا أعمل لكم فيديو عليها. We'll be right back.
انا هنا ببدأ اضيف التفاصيل بتاعت التيشيرت او الملابس. بستخدم قلم ممحاة، القلم ده عبارة عن استيك، وممكن تستخدم استيك تلفح، هتلاقيهم الاتنين برضو موجودين، الروابط بتاعتهم موجودة في الوصف تحت الفيديو. طبعا لسه هضيف التفاصيل على الفحم ده، هتقل الاماكن وهذا التفاصيل بحيث انه يظهر بشكل كويس. هو ممكن دلوقتي يظهر انه مش لطيف شوية، لكن هتبقى درجة كويسة جدا. وهكذا في بقية الملابس، هفرش البودرة بالفرشة وبعدين اتقل التظليل بقلم الفحم واحاول ادمجه بالفرشة او بقطنة او باي حاجة تانية، وارجع اظهر التفاصيل بالقلم الاستيك، ولو في اي حاجة عايزة تتقل تاني برجع اظللها، وهكذا في معظم التيشيرت.
كده دي النتيجة النهائية للتظليل. طبعا فيها حاجات لسه هضيفها بعد ما ارسم الشعر، في شعر ممكن يجي على الوجه او في اماكن هتحتاج ان انا احط لها درجات اغمق، او في شعيرات بيضة ممكن تترسم على الوجه. كل ده ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. كده يكون درس النهاردة خلص، فأتمنى يكون عجبكم. ولو رأيكم في التعليقات واشتركوا في القناة، واشوفكم في فيديو جديد.